من هاللحظة ما رح ننتظر زهقانين، لا على الإشارات ولا بالمشاوير الطويلة. أنا ريمي ورح نكون سوا ونجرب حيل جمالية بطرق كتير سهلة وما بتاخد وقت. Non-touring and glossy eyes makeup trend كتير هلأ عم نشوفها دارجة especially بالصيفية، وكتار من السوبر مودلز عم بيستخدموها مثل كاندل جينر وجيجي حديد. أنا اليوم رح أعمل هذا الميكاب لوك يلي بيجمع بين الكونتورينج والستروبينج بواسطة الفازلين. بس الفازلين هو رح يكون عم بيلعب دور الهايلايتر والليب جلوس. إذا حابين تشوفوا كيف حضروا هذا الفيديو للآخر. أول خطوة لهالميكاب هي الكونتورينج الكتير خفيف بعد ما كنت حاطة فاونديشن على المناطق اللي حابة خبيها بس، وعم بستعمل هيدا الباليت من كات فان دي. الخطوة الثانية والأهم هي الفازلين. حاستعمل الفازلين as a highlighter، وأنا شخصياً كل يوم بستخدم هيدا الطريقة، ورح حطه على عظمة الخدود تبعي وصولاً على نص الخد، على شفوني، كمان على عظمة الحاجب، على المنخار وعلى الشفاف، وخصوصا على الجزء الاعلى من الشفه الفوقانيه. واخر شغلتين بيبرزوا هذا الميك اب هن البلاش والماسكارا. اكيد المقصود بهذا الميك اب انه يبين ناتشورال ومشرق بذات الوقت. إذا حسينا إنه الميك اب ناقصه لون، كل يلي فينا نعمله إنه نزيد على الفازلين اللي حطيناه على شفافنا لون بدنا إياه. أنا هون استعملت فوشيا لأنه هو لون هلا كتير ترندي، وخلطته مع الأورانج، وهيك كمان بواسطة الفازلين بكون صار في عنا جلوسي ليبستيك ملون. لكن هذا كان اللوك، فيكن تجربوه وتعطوني رأيكم بخانة التعليقات الموجودة تحت، وإذا كان عندكم أي سؤال ما تنسوا تسألوني إياه بخانة التعليقات. اعملوا سبسكرايب، فولو مي أون تويتر، سناب شات، فيسبوك، و Bye.